أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وهطل الزخات رعدي من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، وتتسع رقعة تأثير الأمطار الرعدية. مزيد من التفاصيل نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار وشدتها خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الأحد. يوم الأحد استمرت الأحوال الجوية الغير مستقرة هنا في المنطقة الجنوبية الغربية، هطل الزخات رعدي من الأمطار في منطقة أو مرتفعات جازان وعسير والباحة. يوم الثلاثاء بإذن الله كما ذكرنا تتدفق كميات إضافية من الرطوبة المدارية قادمة من بحر العرب نحو العموم المنطقة الجنوبية الغربية، بحيث ستشتد الهطولات المطرية وتتسع رقعتها في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، وتتسع بشكل إضافي اعتبارا من يوم الثلاثاء مع تدفق المزيد من الرطوبة في المنطقة الجنوبية الغربية. خلال نهاية الأسبوع يتوقع أن تتأثر المنطقة الشمالية هذه المرة بكتلة هوائية معتدلة استعمل عن انخفاض في درجة الحرارة، سنستعرض تفاصيلها في النشرات اللاحقة. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة. يوم الاثنين 40 درجة مئوية متوقعة مع أجواء صافية، أما الصغرى 27، الثلاثاء 39 إلى 27، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة يوم الأربعاء. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية أو قبل ذلك، التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: تسود أجواء صافية مع 28 درجة مئوية، المحسوسة 27، الرطوبة حوالي 65%، أما الرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نذهب الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأها شمالا: سكاكا طقس مشمس 38 إلى 26، عرعر أيضا طقس مشمس 38 إلى 24، وتبوك تفرق لبعض الغيوم العالية مع 39 إلى 26 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة 43 إلى 31، جدة رياح نشطة مع 35 إلى 30، مكة المكرمة أيضا رياح نشطة مع 44 إلى 31، والطائف 34 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية: أبها 30 إلى 18 درجة مئوية، الباحة 30 إلى 19، وجازان 36 إلى 30 درجة مئوية، مع فرصة تشكل الغيوم الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق مرتفعات جازان وأيضا مرتفعات عسير ومرتفعات الباحة. نذهب الآن للمنطقة الشرقية نحو الدمام 41 إلى 30، حفر الباطن 40 إلى 25، والإحساء 43 إلى 28 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض 40 إلى 27، بريدة 39 إلى 26، وحائل 37 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.